بالنسبه لفرق السعر، نتكلموا على فرق السعر 6600 ولا 6400. الناس كي كيبغوا ستابيليزاسيون. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم الكاميرا اللي غنتكلموا عليها هو الفرق بين جوج ديال الكاميرات 6400 و 6600. كيف ما كتعرفوا 6400 و 6600 بجوجهم كاميرات ميرورليس، بجوجهم كيخدموا لي زوبجيكتيف المونت او الكاركتيرستيك ديالهم فحال كيختلفوش بزاف ديال الحوايج. واليوم غنعرفكم ان شاء الله على الفرق بيناتهم، واش تاخذ 6600 ولا 6400 كافي. بالنسبه ل 6400 و 6600 بجوجهم فيهم بروسيسور بيزوكس اكس، نفس البروسيسور اللي غتلقاه في 6600 غتلقاه في 6400، وحتى البيكسل فيهم بجوجهم 24.2 ديال الميجا بيكسل. دونك ما مختلفينش في لي بيكسل، البيكسل بالنسبه للايماج، بالنسبه للناس كي بغاو ياخذوا دي فوطو ويبغوا لي ديتاي اكثر، البيكسل راه فيهم بجوجهم مزيان. واخا كنعرفوا ان الناس كيصوروا بالسوني بزاف كيمشيو بها لا فيديو هاد لي سيري ما كيمشيوش فيهم لا فوطو. بالنسبه للبوان فوكيس بجوجهم فيهم نفس البوان فوكيس، فيهم 425 بوان فوكيس. 425 كيما كتعرفوا في السوني راه واعره بزاف، راه كت الفوكيس ديالها خفيف، والسوني راه معروفه بالفوكيس ديالها. الفوكيس ديالها تقدر تخدمو في السرعه في اي حاجه يخدم لك. بالنسبه لي في بي اس فيهم شطر سبيد ديالهم 1/4000، ميصير 1/4000 جزء من الثانيه، يمكن كيعرفوش يحفظو الشطر سبيد. وبالنسبه لي في بي اس راه فيهم 11 تصويره في الثانيه. هاد النقطه مهمه، الكات كا واش كاين شي اختلاف فيهم في الفلاش تي ولا الكات كا، ولا كيصوروا بنفس لا كاليتي؟ كيصوروا بنفس لا كاليتي، حيت سوني A6600 و 6400 بجوجهم عندهم نفس لي كاركتيرستيك ديالهم، عندهم كيصوروا فلاش تي 120 اف بي اس. 120 اف بي اس بزاف ديال الناس كيمشيو لسوني على هاد الاف بي اس اللي كتلقاه طالع بزاف، 120 شي حاجه واعره. و 4K راه فيهم نفس الاف بي اس، فيهم 30 اف بي اس في 4K. بيان سير فيهم الاس لوك ا، الاس لوك 2، الاش ال جي، الاس لوك الناس كيبغيو لي كولور بارده حسب الكونتراست، حسب الشمس، حسب بزاف ديال الحوايج. والاش ال جي الناس اللي مكيبغيوش لي كولور يكونوا باردين كثر كيخدمو بالاش ال جي اللي مزيان. بالنسبة للستابيليزاسيون هادي هي النقطة اللي كتبان لي فيها اختلاف بين 6400 و 6600، وفي البوان 6600 تخيلة شوية حيت فيها ستابيليزاسيون، فيها كستابيليزي. 6400 دارو خفيفة، الكاميرا اللي كيكونش فيهم ستابيليزي كيكونو خفاف شوية في البوان ديالهم. بالنسبة لفرق السعر، نتكلمو على فرق السعر. 6600 كدير تقريبا 15000 درهم مغربية ولا 1500 أورو، الناس اللي كيعرفو شي درهم 1500 أورو. هو 6400 تقريبا البواطي ديالها بين 9500 درهم حتى 10000 درهم، و 950 اورو تقريبا حتى 1000 اورو. الفرق ديال تقريبا 4000 درهم 400 اورو. واش انك تاخذ 6600 ولا 6400؟ الناس كيبغوا ستابيليزاسيون تكون مزيانه ويديروا غامبل بغوا ستابيليزاسيون احسن، الاحسن ياخذوا 6600. والناس اللي بصراحه انت تيبان ليا، بالنسبه لي انا ناخذ 6400 انفيستي في لي ستابيليزاتور وفي لي زوبجيكتيف، واحد 4000 درهم راه زايده فيا. وهادشي اللي كان في هاد لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. ومرحبا بكم، ما تنساوش تخليو لينا لي زابوني ديالكم. والسلام.